ان في خبر متداول على صفحات التواصل الاجتماعي بيقولوا ان من شهر 3 2021 لم يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية الغير مسجلة في الشهر العقاري. احب اطمنكم ان حتى الان لم يتم اصدار اي قوانين خاصة بهذا الشأن، يعني المتداول ده كله اشاعات. فيما يتعلق، طب انا دلوقتي معايا عقد بيع ابتدائي ومعايا صحة توقيع ومعايا توكيل، موقفي قانوني، ملكيتي اتنقلت، هرد على الجزئية دي برضو. بالنسبة لصحة توقيع، دي دعوة تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع على عقد البيع. بمجرد الحصول على الحكم دوت، أنا كبائع ما أقدرش أرجع أقول ده مش توقيعي، أو في حالة موت البائع ما أقدرش الورثة يقدر يقول ده لا مش توقيع مورثنا. فبالتالي دعوة صحة التوقيع دعوة مهمة جدا جدا، دعوة تحفظية مهمة جدا. فيما يتعلق بالتوكيل، التوكيل ده هيفيدنا في ايه بقى؟ هيفيدنا في حتة لو احنا حبينا نعمل في اي وقت من الاوقات ان احنا نعمل عقد بيع نهائي موثق امام الشهر العقاري. بموجب التوكيل دوت بقدر امثل البائع امام كافة الجهات الحكومية بما فيهم الشهر العقاري للتوقيع على عقود البيع النهائية. فبالتالي انا دلوقتي اشتريت شقة بموجب عقد بيع ابتدائي وصحة توقيع وتوكيل. المستندات اللي معايا ديت مستندات مهمة، ودي بدايات التسجيل النهائي، دي مرحلة مبدئية لحتة التسجيل. طيب انا دلوقتي مفيش امكانية ان اسجل، موقفي قانوني، حيازتي سليمة، حيازتك سليمة، موقفك قانوني، بيجي لي المكتب يقول لي انا اشتريت شقة او هشتري شقة وعملت عقد بيع ابتدائي، ايه الاجراء اللي نقدر نعمله عشان انقل ملكيتي؟ طبعا بنصحه في البداية ان احنا نسجل. بصطدم بحتة، طب انا مش معايا تكاليف التسجيل دلوقتي. فبنبتدي نعمل الاجراءات في حتة صحة التوقيع، وبنعمل التوكيل، وبنعمل العقد الابتدائي عشان تبقى بنأمنه قدر المستطاع لحد ما نوصل لمرحلة التسجيل النهائي. وفي النهاية بقول لكم اطمنوا، حتى لو المشروع اللي الحكومة بتفكر فيه دلوقتي في ان هو يبتدي يعدل الاجراءات وييسر من اجراءات التسجيل، فدي حاجة لصالحكم وحاجة هتبقى مفيدة للناس كلها، لان في اشكالات بتحصل كتير قوي في النقطة ديت. يعني انا مش عاوز اطول على حضراتكم، بس جزئية التسجيل من عدمه، ممكن على سبيل المثال بائع يروح جاي بايع الوحدة الاتنين في نفس الوقت، واحد عمل اجراءات التسجيل واحد ما عملش، فالافضليه اللي عمل اجراءات التسجيل وابتدى فيها، او ان هو حصل على عقد بيع نهائي من الشهر العقاري. فبالتالي لما يبقى الاجراءات بتاعه التسجيل اسهل واسرع، فدي حاجه مفيده لينا كلنا. ولو في امكانيه ان انت تبدا اجراءات التسجيل دلوقتي بادر بيها وما تاخرش، لان الملكيه في القانون ما تنقلش غير عن طريق التسجيل.